تنهمك الشابة ريم في العمل على مشروعها الثاني الذي احتضنته مؤسسة جيكيت واي في غزة، ووفرت لها كافة أشكال الدعم والتدريب وقنوات الاتصال اللازمة لتصميم نظام عبر الإنترنت يختص بالإبلاغ عن ضحايا العنف الاجتماعي ضد المرأة في غزة. مشروع وفر لها دخلاً مادياً ونمى قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات. مهارات التواصل والاتصال تطورت عندي، لأنه إحنا هون نشتغل في إطار تيم. بيميز الشغل في المؤسسة أنه في مشاركة في المعلومات، لو في مشكلة صادفتنا أثناء العمل عادي جداً أنه إحنا نستعين في زملائنا، نستشير بعض، نساعد بعض في حل هذه المشاكل. محمد فروانة الذي بدأ العمل في جيتوي قبل نحو 5 أعوام بعد تخرجه الجامعي في مجال هندسة الحاسوب، تنقل عبر عدة وظائف مختلفة داخل المؤسسة لينتهي به المطاف كمشرف عام على تدريب الخريجين. كانت تجربة بالنسبة لي مميزة كتير، لأنه اعتقد انه اللي بيخلي الجيجيت واي تختلف عن الأماكن الثانية انه مش بس هي بتوفر فرص وظائف وتدريب للخريجين الجدد، بل بتوفر بيئة تعليمية، الأشخاص بيصير بينهم وبين بعض تبادل المعلومات والمعرفة في المجال التقني بالإضافة للتدريبات اللي بياخدوها. في مؤسسة جيجيت واي أو ما يعرف بالعربية ببوابة غزة نحو العالم، تمت أجواء إيجابية للتعلم والتفاعل والعمل عن بعد، حيث يهتم القائمون على المؤسسة في تنمية قدرات الخريجين بغزة في مجال تكنولوجيا المعلومات وربطهم بسوق العمل الحر في الخارج عبر الإنترنت، الأمر الذي يحد من معدلات البطالة المرتفعة في صفوف الخريجين. بالنظر لحجم الوظائف اللي بيعرضها السوق المحلي والحاجة، التحديات كبيرة لأنه الفرص المتوفرة قليلة والحاجة المجتمعية ونسبة البطالة مرتفعة بشكل كتير كبير، وبالتالي بنحاول مساهمتنا تكون على قدر هذه الحاجة، وبنتمنى نقدر نوفر فرص أكثر في السنوات القادمة. مؤسسة تطمح لأن تكون علامة مميزة في مجال تعهدات تكنولوجيا المعلومات المحلية والإقليمية. في ظروف حصار غزة التي تقيد طموحات الخريجين الجامعيين فيها، تكتسب هذه المؤسسة أهميتها في الريادة المجتمعية كونها توفر بيئة ثرية للعمل والتعلم وتطوير مهارات الخريجين وفتح قنوات اتصال لهم مع العالم الخارجي. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.